كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الاستمرارية ديالي مع الفريق فهادشي هذا يعني الإدارة هي اللي كتعرف المصلحة ديال النغمي. أنا يعني مسيني عقد بروفيسيونيل، مازال لي موسمين مع فريق اتحاد طنجة، ولكن إلا جا شي عرض اللي غادي يكون في المستوى وغادي نقدر نستافد أنا لا الفريق، فبالنسبة لي هما كيعرفوا المصلحة ديالي أحسن مني. أنا ما عليا إلا نكون يكون يعني في رقعة الميدان ونقدم داك الشيء اللي مطلوب مني، والحمد لله يعني تنقول تنبغي نهنئ الجمهور الطنجاوي، وكذلك كنبغي نقول لهم باللي احنا مازال ان شاء الله القاب تيتسناونا القدام، ماشي غادي نحبسوا هنايا، مازال غادي نقولوا ان شاء الله الكلمه، لان فريق تاع طنجه فريق كبير وفريق اللي يستاهل القاب.